بالهجوم على مرمى حارس قادش روبن بيانيث الذي حرم وسام بن يدر من التسجيل قبل أن ترمقه عيون الإيطالي مونتيلا بكثير من الرضا. بن يدر رسم الخطوط العريضة للمواجهة ليقود ليونيل كارول وزميله خواكين كوريا الهجوم الضاغط على منطقة عمليات قادش، فارتدت الكرة للخلف لتلقى بن يدر الذي عاجلها في الشباك هدفا أول لأصحاب الضيافة. في الشوط الثاني تابع إشبيلية التألق وسجل خواكين كوريا الهدف الثاني من رأسية لم يفعل حيالها الحارس يانيث شيئا. كوريا قرب إشبيلية من التأهل على حساب قادش الذي خرج من المباراة بهدف شرفي لا يغني ولا يسمن عن طريق ألفارو غارثيا.